اقتحام القرية ومداهمة عدد من المنازل وإطلاق الرصاص الحي بشكل كثيف اتجاه الشبان، مما أدى إلى إصابة عدد من الشبان، كان من بينها هذا الشهيد اليوم محمد، والذي وصفت جراحه بالخطورة، وكانت إصابته في البطن مكث على إثرها في مستشفى الاستشاري بمدينة رام الله لنحو أسبوعين، ومن ثم كان يعاني من نزيف حاد. فجر هذا اليوم أعلن عن استشهاده وتم نقله إلى مسقط رأسه بلدة كفر عين عند الساعة الثانية من فجر هذا اليوم ليسجى جثمانه في الثلاجة، ومن ثم عند صباح هذا اليوم مكث عند أسرته ليلقوا عليه نظرة الوداع الأخيرة عليه، وهو متزوج منذ 5 شهور، أي نتحدث عن عريس جديد اليوم يلتحق بركب الشهداء وعرسه في الجنة إن شاء الله في هذه اللحظات، كما نسمع لهذه الهتافات القادمة اتجاه المقبرة من الشبان الذين يشيعون في هذه اللحظات جثمان الشهيد محمد خليل البرغوثي 30 عاما، والذين وصلوا قبل قليل من الآن إلى هذه المقبرة الآن، كما نشاهد في هذه الصورة جماهير واسعة من أبناء المنطقة، نتحدث عن منطقة بني زيد الغربية الواقع شمال غرب رام الله، والتي تضم عددا من القرى والبلدات الفلسطينية، والتي شهدت مؤخرا عمليات اقتحام واسعة وكثيفة من قبل جيش الاحتلال، تخللها اعتقالات وأيضا عدد من الشهداء. جدير بالذكر بأن اليوم محمد هو الشهيد الثاني في بلدة كفر عين، ومنذ أحداث أكتوبر الماضي حتى يومنا هذا كان في السابق قد ارتقى شهيد وهو مجدي، وحينما كان اقتحام لجيش الاحتلال للبلدة حيث قاموا بقتله بدم بارد وهو يبلغ من العمر 18 عاما، وهذا الحدث جرى قبل شهرين من اليوم، واليوم أهالي بلدة كفر عين يشيعون جثمان شهيد محمد 30 عاما، والذي ارتقى أيضا بنفس الطريقة خلال اقتحام لجيش الاحتلال للبلدة وإقامة العديد من عمليات التمركز من قبل فرق القناصة الذين تمركزوا في أرجاء القرية وقاموا باستهداف الشبان بدم بارد. نتحدث عن استخدام جيش الاحتلال للرصاص المتفجر، هذا الرصاص حينما يتم إطلاقه على الشبان يحدث عملية فتك للأحشاء الداخلية للجسد، وبالتالي إذا كان له نصيب أن يبقى على قيد الحياة يمكث لفترات طويلة للعلاج، بينما عدد كبير من الشهداء قد ارتقوا في الضفة الغربية في البلدات المخيمات في الآونة الأخيرة بفعل هذا الرصاص المتفجر، ونتيجة إصابتهم بجروح خطيرة تتركز في المناطق العلوية من الجسد. نتحدث عن إصابة محمد هذا الشهيد وقد أصيب في البطن، ولكن ما جرى معه هو نزيف حاد وأيضا تهتك للأعضاء والأحشاء الداخلية في جسده، مكث على إثرها مدة 2 أسبوع في مستشفى الاستشاري بمدينة رام الله، وقد أعلن عن استشهاده فجر اليوم ليسجى جثمانه إلى ثلاجات القرية عند الساعة الثانية من فجر هذا اليوم، ومن ثم يستكمل أهالي القرية في هذه اللحظات مراسم تشييع جثمان نجلهم محمد البرغوثي ابن 30 عاما متزوج كما ذكرت منذ 5 شهور. ما جرى هو أن شهود عيان تحدثوا لنا بأن كان هنالك قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة في تاريخ 22 من يناير كانون الثاني من هذا العام والشهر المنصرم نتحدث فرح، وبالتالي قاموا بمداهمة عدد من المنازل واستهداف عدد من الشبان، أصيب عدد من الشبان بالرصاص الحي، وبالتالي محمد كان أمام منزله وقد أطلق عليه جنود الاحتلال الرصاص بشكل مباشر، أصيب في البطن ومكث على إثرها 2 أسبوع في مستشفى الاستشاري ليعلن عن ارتقائه، وفي هذه اللحظات يسجى الجثمان إلى هذه المقبرة التي أيضا قد شيع فيها عدد من الشهداء خلال الأيام السابقة وأيضا السنوات السابقة في بلدة كفر عين. عند مجيئنا هنا إلى بلدة كفر عين جدير بذكره فرح بأن هنالك طرق مغلقة يسلك المواطنون
مسافات كبيرة جدا، كيلوهات أمطار كبيرة للوصول إلى هذا القرية أو أيضا القرى المجاورة، بفعل إغلاق جيش الاحتلال لعدد من البوابات الحديدية التي تم وضعها قبل نحو سنوات أو 3 سنوات، حينما وضع جيش الاحتلال بوابة مثلا على مدخل النبي صالح، وبالتالي أيضا مما يعيق حركة وصول المواطنين إلى هذه القرية والخروج منها. وحينما يكون هنالك اقتحامات ومداهمات خصوصا في ساعات الليل المتأخر، نتحدث عن جهية متكررة يستخدمها جيش الاحتلال، وهي بطريقة غير مسبوقة خصوصا في الآونة الأخيرة، بغية الانتقام والقتل وأيضا إحداث أضرار للمواطنين في هذه البلدات والقرى وأيضا المخيمات. القرى هذه تعاني من إغلاق متواصل لمداخلها، وبالتالي حينما يكون هنالك إصابات خطيرة أو ما شابه ذلك يستدعي ذلك وصول سيارات الإسعاف لوقت طويل، وأيضا الوصول إلى المشافي يستغرق وقت أطول. وهذا ما حدث أيضا في بلدة بيت ريمة القريبة من بلدة المجاورة لبلدة كفر عين، والتي ارتقى فيها عدد من الشبان خلال الآونة الأخيرة والأشهر الماضية، بفعل اقتحامات جيش الاحتلال المتكرر للقرية وانتهاج نهج القتل العشوائي والوحشي المفرط بحق المواطنين. الكل في دائرة الاستهداف، أطفال شبان صغار كبار، الكل في دائرة القتل، وبالتالي ما يجري هو سياسة يريد منها الاحتلال كسر إرادة هذا الشعب وإرادة المواطنين بالبقاء والصمود على أراضيهم، وبمجاهبه هذه القوات التي تقتحم ايضا هذه القرى، وبالتالي يكون هنالك استخدام مفرط للقوه واطلاق للرصاص الحي بشكل عشوائي، مما يصاب عدد كبير من الشبان ويرتقي ايضا عدد اخر من الشبان بفعل هذه الاصابات، كما نلاحظ في هذه الصوره الشاب محمد احد نساء هذه القريه تحمل صورته وهو متوشح ببدلة عرسه قبل نحو 5 أشهر. فرح نتحدث أن أيضا أنه عريس جديد لم يمكث أكثر من 5 شهور على زواجه. شهود عيان تحدث بأن سيأتيه مولود قادم، ولكن لم يبصر النور حتى اليوم، ولم يستطيع أن يشاهد أباه الذي قتله جيش الاحتلال، هذا الجيش الإجرامي والذي يمتلك ضوء أخضر من حكومته بمزيد من القتل والتنكيل والوحشية والتعذيب وأيضا المضايقات واستهداف كل ما هو فلسطيني. نتحدث هنا في الضفة الغربية على سبيل المثال، منذ أحداث أكتوبر الماضي وحتى اليوم بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 388 شهيدا، نتحدث عن استهدافهم بشكل مباشر من قبل جيش الاحتلال وجنوده القتلة، وأيضا عصابات المستوطنين الذين قاموا أيضا بهذه الأدوار وقتل عدد من الشبان في مناطق متفرقة في الضفة الغربية والبلدات الفلسطينية. محافظة رام الله شهدت في الآونة الأخيرة اعتداءات متكررة من قبل عصابات هذه المستوطنين خصوصا في مناطق شمال غرب رام الله والشمال الشرقي من مدينة رام الله وأيضا شرق رام الله، بفعل هذه العصابات المتوحشة التي تهاجم المواطنين وتعتدي على ممتلكاتهم وتقوم بإطلاق الرصاص اتجاه المنازل خصوصا المنازل القريبة من المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين. وكما ذكرت ما زالت هذه المنطقة تقدم مزيدا من الشهداء ومزيدا من المعتقلين، وهنالك حالات أيضا سجلت لعدد من الشبان تعرضوا للتنكيل والضرب المبرح على الحواجز العسكرية التي يقيمها جيش الاحتلال على مداخل هذه البلدات في شمال غرب رام الله وفي منطقة بني زيد الغربية لهذه المحافظة، وبالتالي هنالك مضايقات متواصلة على هذه المناطق
المناطق، خصوصا إغلاق للطرق والبلدات، بالتالي يسلك المواطنون طرق طويلة جدا للوصول إلى أعمالهم وأشغالهم في محافظة رام الله والبيرة. وأيضا يتحكم جيش الاحتلال بهذه الحواجز بين الفينة والأخرى، يقوم بإغلاقها وفتحها لساعات قليلة، وإن كانت مفتوحة يتم أيضا مضايقة المواطنين من خلال التفتيش في مركباتهم والتدقيق في هوياتهم والاعتداء عليهم، وأيضا مصادرة هواتفهم، وأيضا ضربهم والتنكيل بهم في حال كان ذلك يدعيه جيش الاحتلال بأنه قد وجد على هاتفه شيء يتعلق بفلسطين وهويتها وتاريخها وقضيتها، وهذا ما يزعج جيش الاحتلال. وبالتالي اقتحامات متكررة تشهدها هذه المناطق، نتحدث عن بلدة كفر عين، دير غسانة، وبيت ريما، والنبي صالح، وأيضا أم صفاء، مزارع النباني، عرورة، كل هذه المناطق تقع على خط المواجهة وخط الاقتحامات المتكررة من قبل جيش الاحتلال، خصوصا في ساعات الفجر الأولى. قبل أيام كان هنالك اقتحام لبلدة بيت ريما القريبة من هذه البلدة، والتي تبعد مئات الأمتار عن بلدة كفر عين. مارس خلالها جيش الاحتلال أبشع جرائمه باستهدافه لعدد من الشبان، وقد ارتقى شهيد على إثر هذه الاستهدافات. وأيضا عاد من جديد إلى هذه البلدة وقام بنفس النهج عند ساعات الظهيرة، واستهدف عدد من الشبان وأصيب على إثرها شاب، نقل إلى مستشفى سلفيت الحكومي ليتلقى العلاج. نتحدث على أن هذه المناطق قريبة أيضا من محافظة سلفيت، وبالتالي يسلك المواطنون طريقهم في حالات الطوارئ إلى محافظة سلفيت نظرا لقرب هذه المحافظة، وأيضا عدم تواجد لجيش الاحتلال في الطرق الرابطة ما بين محافظة سلفيت ومنطقة بني زيد وشمال غرب رام الله بالتحديد. فرح، في هذه اللحظات أمين سر حركة فتح إقليم رام الله والبيرة الأخ موفق سحويل يلقي كلمة الحركة والتي نعته فجر هذا اليوم، ويرثي بها هذا الشهيد محمد الذي كما ذكر لنا شهود عيان من القرية بطيب أخلاقه وحسن سيرته، وبأنه شخص محبوب ولديه سيرة طيبة الذكر. فرح وعريس جديد كما ذكرت، منذ 5 أشهر قد تزوج هذا الشاب ليبني مستقبلا مزهرا وكباقي شباب وشبات فلسطين، ولكن جيش الاحتلال عاجله بقتله وإطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر عليه، وبالتالي ارتقى شهيدا بعد إصابته بأسبوعين. فرح، في هذه اللحظات كما تحدثت كلمة حركة فتح إقليم رام الله والبيرة تنعى الشهيد، وفي العادة يتم نعي الشهداء من خلال عدد من المتحدثين، خصوصا حركة فتح وأيضا وجهاء القرية والعائلة ورئيس المجلس وأيضا الفصائل الوطنية الفلسطينية والتي تنعى الشهداء. ونتحدث أيضا عن أن قبل شهرين كان قد ارتقى شهيد هنا في بلدة كفر عين نتيجة استهداف جيش الاحتلال لأحد الشبان في المنطقة، وبالتالي يعيد السيناريو مرة أخرى ويقوم باقتحام البلدة وأيضا يقوم بارتكاب جريمة جديدة. هنا نستضيف معنا لورانس مسحل قيادي في حركة فتح وابن بلدة دير غسانة. اقتحامات متواصلة من قبل جيش الاحتلال لكافة المناطق خصوصا منطقة بني زيد، جرائم متكررة، استهداف الشبان، قتلهم بدم بارد، وأيضا التنكيل بالمواطنين ومداهمة المنازل. ما هي الرسالة التي يريد أن يدلي بها هذا المحتل إلى أبناء هذه المنطقة، وكيف تردون على ذلك؟
نعم، ما زال هذا الاحتلال. نحن هنا في هذه المقبرة تحديدا للمرة الثانية نقف على أحد شهداء هذه القرية وفي هذه المنطقة أيضا وقفنا وسرنا في جنازات للشهداء ارتقوا في ظل العدوان الغاشم الذي تعرض له شعبنا الفلسطيني من قطاع غزة إلى شمال الضفة، طول كرم، جنين، نابلس، رام الله، كل بلداننا وكل مخيماتنا وكل قرانا. ما زال هذا الاحتلال يتغطرس عن جهة من قتل وتدمير لشبابنا ولأجيالنا الصاعدة التي هي أيضا رافضة لهذا الاحتلال ووجود هذا الاحتلال. وما زال شعبنا الفلسطيني صامد أمام كل الهمجية الصهيونية التي يمارسها ضد أبناء شعبنا. ونحن نوجه رسالة لهذا العالم الذي ما زال صامتا أمام كل الانتهاكات والإبادة الجماعية التي يمارسها ضد أبناء شعبنا الفلسطيني والتي مؤخرا حكمت بها محكمة العدل الدولية في الشكوى التي قدمت فيها جنوب أفريقيا والدور الرئيسي لقيادات الفلسطينية في هذا المحور بالتحديد. ولأول مرة تضع إسرائيل أمام الرأي العام العالمي وأمام المحاكم الدولية لكشف زيفها الذي يدعي أن هذه الأرض لهم ويريدونها أرضا بلا شعب. ولكن نحن سنبقى صامدين على أرضنا مهما قتلوا منا ومهما ارتقى شهداء منا ومهما دمروا من بنى تحتية وتفجير أبنية كما حصل بالخليل صباح هذا اليوم ويحصل في كل أنحاء الضفة. سنبقى صامدين حتى دحر هذا الاحتلال ونيل حريتنا واستقلالنا الوطني الفلسطيني الذي هو مشروع لنا وشرعته الشرعية الدولية في الأمم المتحدة. وأثبتت الأمم المتحدة أصلا باتصال بتصويت أكثر من 140 دولة للشعب الفلسطيني لحصولنا على دولة مراكب. هذا دليل على أن الشعب الفلسطيني هو صاحب هذه الأرض وصاحب هذا الحق التاريخي في هذا الوطن. نعم، نتحدث عن معاناة يتكبدها المواطن الفلسطيني خصوصا في هذه المناطق بفعل إغلاقات المتواصلة منذ أشهر لمداخل البلدات، وبالتالي يسلك المواطنون طرق طويلة وصعبة خصوصا في الآونة الأخيرة مع هذه الاقتحامات، حالات طوارئ، إصابات، وأيضا وصف معظمها بالخطيرة وصعوبة لنقل هذه الإصابات إلى مشافي محافظة رام الله والبيرة. حدثنا أكثر عن هذه المعاناة. نعم، هنا لو تحدثنا عن الحصار الذي بدأ من 7 أكتوبر من بدء العدوان على قطاع غزة الحبيب، أكثر من 520 حاجز وبوابة تم إغلاق بها شوارع وأزقة الضفة الغربية الفلسطينية. هذا كله بسبب تعنت هذا الاحتلال بمعاقبة والعقاب الجماعي وسياسة العقاب الجماعي التي يتبعها وينتهجها ضد أبناء شعب الفلسطيني. نحن نحاول دائما تسهيل الطرقات من أجل سير الناس، يعني احتياجها الخاص اليومي في مدنها، في قراها، في شوارعها بحاجة. لا 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 لن نسمح لهذا الاحتلال أن يمنعنا من الوصول إلى أماكن عملنا أو أماكن احتياجنا أو أماكن التي يريد المواطن يتوجه لها. نعاني نعم في الفترة هاي مثلا في موضوع الجرحى بظل اجتياحاتهم للكرة الفلسطينية والمخيمات التي تضعف فيها المراكز الصحية الضعيفة فيها، علما أن وزارة الصحة تقوم بدورها المنوط دوما وما قبل هذه الأحداث وطوال السنوات السابقة بإصلاح كثير من المراكز وتطوير وبناء وإنشاء مراكز صحية، إلا أنها لا تكفي لمعاينة أو تشخيص الحالة الحرجة التي يوصل فيها المصاب الفلسطيني الذي أطلق عليه الجندي الحاقد أو هذا الاحتلال النار. فهذا يتسبب طبعا في مزيد من قتل لأبنائنا ومزيد من تضحياتهم ومزيد من بصراحة، يعني نحن نعاني في هذا الجانب تحديدا وخاصة في هذه المنطقة. وقد توجهنا سابقا لوزارة الصحة الفلسطينية مشكورين وقاموا بدورهم أيضا في تطوير مركز شهداء بن زيد الواقع في بلدية بن زيد بلدتي بيت ريم ودير غساني من أجل إعمار، من أجل تطويره أكثر وأكثر لإستخدام
الاستيعابي لكي يستوعب حالة الإصابات التي تحصل في هذه المنطقة بالتحديد. وعندنا طبعا يعني مشفى الشهيد ياسر عرفات في محافظة الفيت بحكم القرب الجغرافي لهذه المنطقة أيضا يستوعب، ولكن نتمنى أيضا على وزارة الصحة الفلسطينية تطويره أفضل من أجل استيعاب هذه الإصابات وهذه الحالات الحرجة التي يتسبب بها الاحتلال في قتل أبنائنا، من أجل محاولة إسعافهم، من أجل أن لا نصل. نحن لا نحب أن يقتل أبنائنا ولا نريد الموت لأبنائنا. نعم نفتخر بهم لأنهم شهداء، ولكن لا نحب، نحن نحب الحياة، أطفالنا يحبون الحياة كما أطفال العالم، أطفال غزة كلنا نشاهد ماذا يحصل في غزة وماذا يحصل في طول كرم، في مخيم نور شمس ومخيمات الفلسطينية وقرانا ومدننا. نعم ونحن على يقين بالنهاية بأن النصر آت والحرية آتية بإذن الله لشعبنا من أجل أن ينال حريته واستقلاله. نعم أخيرا رسالة حركة فتح في منطقة بني زياد الغربية. نعم رسالة حركة فتح هي أن نقول لهذا الاحتلال كفى، كفاك قتلا وتدميرا لأطفالنا، فأطفالكم ليسوا أهم من أطفالنا وليسوا هم من يفرحون بالحياة. أطفالنا يريدون الحياة ويريدون التمتع بها في حياتهم وتفاصيل حياتهم اليومية. كفاكم بطشا وتدميرا، هذه أرضنا الفلسطينية، هؤلاء شهداؤنا، هؤلاء أبناؤنا، هؤلاء هذا شجرنا، هذا حجرنا، هذا تاريخنا الكنعاني الذي لا يمكن أن نتخلى عنه. حتى لو قتلتم أو أبدتم الشعب الفلسطيني لا يمكن أن نسمح لهذا الاحتلال أن يستمر في عنجهيته وعدوانه على الشعب الفلسطيني. نعم شكرا جزيلا لك الأخ لورنس مسحل أحد قيادي حركة فتح في منطقة بني زياد الغربية. للحديث أكثر هنا نرحب بأمين سر حركة فتح إقليم رام الله والبيرة الأخ موفق سحويل، أهلا بك عبر هذه التغطية. مجازر ترتكب يوميا في البلدات والقرى الفلسطينية، اليوم بلدة كفر عين تودع نجلها محمد خليل البرغوث 30 عاما والذي ارتقى متأثرا بإصابته قبل نحو أسبوعين نتيجة اقتحام جيش الاحتلال لهذه البلدة. رسالة حركة فتح إقليم رام الله والبيرة إلى هذا المحتل. رسالتنا ونحن نشيع الشهيد البطل محمد الذي ارتقى شهيدا ليلتحق بكوكبة عشرات آلاف الشهداء من أبناء شعبنا الفلسطيني في أرجاء هذا الوطن الذي حتى هذه اللحظة يعني قرابة ما يزيد عن 28 ألف شهيد أو 29 ألف شهيد مع شهداء الضفة الغربية. وبالتالي أمام حجم كل هذا الإجرام الذي يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا، أمام مرأة ومسمع ذاك المجتمع الدولي الذي يدعي الإنسان وحقوق الإنسان والحرية، نقول له أن هذا الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال منذ ما يزيد عن 75 عاما، هذا الأوان على هذا المجتمع الدولي أن يوفره الحماية الدولية، أن يطبق قرارات الشرعية الدولية، أن يلجم هذا الإجرام وهذه الحرب الإبادة التي ترتكب بحق أبناء شعبنا الفلسطينية. ونحن نشيع شهيدنا البطل محمد، نقول له ولكل الشهداء أننا إذ نجدد العهد والقسم له ولكل الشهداء أن نستمر في مسيرة المقاومة والنضال حتى نيل حريتنا واستقلالنا في إقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. نعم في الآونة الأخيرة عمليات الاقتحامات المتكررة للبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية في محافظة رام الله والبيرة شهدت نموذج متكرر لهذه الاقتحامات تخللها وحشية مفرطة في القتل والتنكيل ومداهمة المنازل والاعتداء على المواطنين وأيضا المعتقلين الذين يتم اعتقالهم. برأيك ما الرسالة التي يريد منها هذا المحتل أن يرسلها إلى أبناء شعبنا الصامدين القابضين على الجمر؟ يعني محافظة رام الله والبيرة حالها كحال محافظات الوطن، محافظات الوطن الاحتلال الإسرائيلي يجتاحها في كل ساعات اليوم. يعني الآن ممكن يكون في هناك العديد من الاقتحامات للعديد من القرى والمواقع والمخيمات والمدن، وبالتالي يعني إذا ظن الاحتلال الإسرائيلي أنه من خلال ما يمارسه من إجرام وضغط على أبناء شعبنا الفلسطيني من خلال الجرائم، من خلال عمليات الاعتقال والتخريب والتدمير والتنكيل بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، أن الشعب الفلسطيني سيرفع الراية البيضاء أو سيسلم أو سيدفع أبناء شعبنا الفلسطيني باتجاه الهجرة فهو واهم. الشعب الفلسطيني عندما رزح تحت الاحتلال منذ ما يزيد عن 75 عاما أخذ قرارا في نفسه أنه سيبقى يقاوم، سيبقى يناضل، سيبقى صامد على أرضه حتى ينال حريته واستقلاله. ونقول لهذا الاحتلال الذي يشاهده العالم عندما يرتكب المجازر بحق أبناء شعبنا الفلسطيني على امتداد هذا الوطن من رفح حتى جنين، نقول له أن الشعب الفلسطيني قد
قد اتخذ قراره أنه لن يرفع الراية البيضاء ولن يسلم ولن يركع إلا لله. نعم شكرا جزيلا لك أمين سر حركة فتح إقليم رام الله والبيرة الأخ موفق صحويل على هذه المشاركة. فرح كما نشاهد في هذه الصورة المشيعين قد انتهوا للتو من مراسم دفن الشهيد محمد نعم خليل البرغوث 30 عاما والذي ارتكب رصاص الاحتلال قبل نحو أسبوعين، وقد أعلن عن استشهاده فجر هذا اليوم متأثرا بإصابته الحرج التي أصيب بها. جدير ذكره بأن مشاهد من الحزن والأسى على فقدان هذا الشاب نعم الخلوق الطيب والذي عرفه الصغار والكبار وأيضا عرف بحسن السيرة والخلق وطيبته، إضافة إلى أن ما جرى معه هو أنه حينما تم اقتحام البلدة في تاريخ 22 يناير الماضي الشهر المنصرم، قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت هذه البلدة في هذا التاريخ، وبالتالي قامت بمداهمة عدد من المنازل ونصب قناصة جنود الاحتلال في أزقة وحارات هذه البلدة، واستهداف عدد من الشبان بالرصاص الحي بشكل مباشر أدى ذلك إلى إصابة محمد البرغوثي بإصابة بالغة الخطورة شكرا في بطنه، نقل على إثرها إلى مستشفى الاستشاري ليبدأ رحلته في العلاج لمدة أسبوعين، ولكن شاء القدر بأن يختاره شهيدا حيث ارتقى.